السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع واهلا بالانيقات الجميلات. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. عندنا تنسيقات رائعه وعصريه وانيقه، فإذا كنت مهتمه بهذا مجال الموضه فكنتمنى تنضمي للقناه وتفعلي جرس التنبيهات، فهكا يوصلكم كل جديد. فكما كتشوفوا معايا هذا واحد الموديل ديال لونسومبل كما كتشوفوا معايا، فهاد لا كولور هادي. شوفوا كيفاش هذا نفس الموديل، فقط كيبقى الاختلاف في اللون. شوفوا الطريقه ديال الفصله ديالو كيفاش دايره. وهذا موديل اخر اللي كيبحثوا عليه بزاف ديال السيدات ديال العبايات بهاد الطريقه هذه، فهاد اللون هذا اللي دارج هاد السنه هذه كما كتشوفوه معايا، رائع وانيق بالنسبه للسيدات المحجبات. وكذلك هاد التنسيقات هادو اللي كاينين في 2023 اللي هما جداد، شوفوا معايا الخدمه كيفاش مخدومين هنا في اليدين بواحد الطريقه اللي هي زوينه، عطات واحد الجماليه لهاد البيسه هادي. شوفوا معايا كيبقى نفس الموديل تقريبا، الاختلاف فقط في اللون. شوفوا معايا اللون اللي عجبكم، انا كيعجبني هاد اللون كيحمقني. شوفوا معايا الطريقه كيفاش تقدروا تلبسوه، فهو تقدروا تلبسوه مع الجين، تقدروا تلبسوه مع الصايا، تقدروا تلبسوه مع لا شوميز طويله ومع البنطلون. شوفوا معايا هنايا كيفاش دارت التناسق ديال الالوان، ولبستو مع هاد لا كولور ديال الفولار جا زوين. وهذه لبسه اخرى كما كتشوفوها معايا، شوفوا معايا الخديمه ديالها كيفاش مخدومه، وهي خدات معاها الساك في البيج والشال كذلك في البيج صراحه جات كتحمق، جات واعره في اللبسه ديالها. وشوفوا معايا هذا الكاب هذا اللي جا رائع في اللبسه ديالو، شوفوا الطريقه كيفاش مخدوم، فهو عنده في جياف الجهتين بجوج، والطريقه ديالو رائعه، الخدمه ديالو كيفاش مخدومه. شوفوا معايا في اللور كذلك، وهنا تقريبا نفس الخدمه، كيبقى فقط الاختلاف في اللون. شوفوا معايا لبست معاه البنطلون في البيض، وكذلك قدرت تلبسي معاه واحد البيول في البيض، ولا الشوميز هكا مجموعه في الفوق بالبيض. شوفوا معايا البنات هاد الكسيوه هادي كيفاش جات رائعه، شوفوا الخديمه ديالها كيفاش مخدومه، جات غزاله ما شاء الله. شوفوا كيفاش مخدومه عند الكتيفات ومن عند الحزام كذلك، وفي الكميمات في الكميمات في التحت ديال الكميمات كي جات رائعه غزاله ما شاء الله. هنا اللوينات اللي مخدومه بهم البيسه جات زوينه ما شاء الله كتحمق. شوفوا معايا هاد البيسه هادي كذلك، الكسيوات هادو كذلك، شوفوا معايا هاد لاسانتور هادي فين جات غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا هاد العبايه هادي كيفاش مخدومه، والالوان اللي نسقت انا بالفولار، شوفوا معايا اللون اللي دارت معاه، وهذا لون اخر، يعني تقدري تبدلي بدلات بزاف ديال الفولارات مع نفس العبايه. وكذلك هاد اللون هذا شنو هما لي كولور اللي نقدروا نلبسو معاها في بالنسبه للفولار. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط زر اعجاب، وادخلوا لي لي كومونتير.
وشوفوا معايا البنات هذه الكسيوه هذه كيفاش جات رائعه. شوفوا الخديمه ديالها كيفاش مخدومه، جات غزاله ما شاء الله. شوفوا كيفاش مخدومه عند الكتيفات وهنا عند الحزام كذلك، وفي الكميمات في الكميمات في التحت ديال الكميمات كي جات رائعه غزاله ما شاء الله. هنا اللوينات اللي